السلام عليكم. النهاردة بقى وصفتنا من بلاد الشام، وصفة شامي كل أهل الشام بيعملوها، سواء فلسطين، سوريا، الأردن، كله بيعملها. طبعا لكل واحد طريقته، لكن بصراحة أنا لما دقتها يعني من حد من أصحابي عجبتني جدا، فحبيت أن أنا أو يعني بقيت بعملها، مش حبيت أن أنا أعملها، أنا فعلا بقيت بعملها وبحبها جدا. هنا هنعمل الكبة اللبنية. الكبة بقى يعني ليكي حرية الاختيار انك تعمليها وتفرزيها في الفريزر او تشتريها جاهزة، براحتك خالص. يلا بينا نبدأ. بسم الله. زيت على النار، زيت غزير. طبعا الكبة هنا كانت مفرزة في الفريزر، اول ما الزيت يسخن هنبدأ نقليها. هحاول ملزقهمش في بعض علشان لما اجي اقلب ما تتفتحش معي. ممكن بقى يعني نقليها على مرة على مرتين، طبعا على حسب القالب اللي هنعمل فيه، مش عايزين يبقى القالب مليان قوي، وكمان يعني قالب صغير كده جنب الأكل بيبقى جميل وظريف وخفيف وكله هيحب. هنطلع الكبة بعد ما تقلت، هنرصها في القالب ونركنها على جنب لحد ما نعمل الصوص بتاعها. طبعا هي لبنية علشان هي مستخدمين فيها الألبان. الألبان هنا عبارة عن زبادي، طبعا الكمية اللي تناسب القالب اللي احنا عاملينه. انا هنا مستخدمة 3 من عبوات الزبادي، طبعا برضو على حسب العبوة اللي انت عاملها. مزودة 1 كوباية من اللبن و3 معالق من النشا. انا هقلب كده الاول قبل ما اولع النار علشان ما يلزقش معايا النشا ولا يعمل معانا تكتلات. ابدا بقى استخدم المضرب، وايدي بقى ما تتشلش لحد ما يلف معايا الخليط بتاعنا اللي هو الزبادي واللبن الحليب والنشا. شايفين السمك؟ بس هو ده اللي احنا عايزينه. هبدا احط معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الابيض. انا هنا استخدمت فلفل ابيض علشان ما يغمقليش الصوص، اما لو ما عندناش عادي رشه خفيفه من الفلفل الاسود. هبدا اصبه على الكبيبه او الكبه اللي احنا قليناها وحطيناها في القالب. طبعا كميه الصوص ازود او اقلل على حسب القالب وعلى حسب ما بنحب القالب يبقى يعني الصوص فيه كتير او يدوب على القد، بس هي كده يعني ايه تبقى يدوب على وش الكوبيبة بتبقى حلوة قوي. معلقة سمنة حلوة بقى، سمنة بلدي على النار في الطاسة كده لحد ما تسيح شوية، وهبدأ أزود عليها شوية حلوين من الثوم المبشور. يعني عايزة أقول لكم إن ريحة التقلية بتاعت الملوخية عارفينها طبعا، دي بقى غير. يعني الملوخية بنحط الكزبرة ناشفة، هنا بقى دي شوية حلوين من الكزبرة الخضراء، وليكوا أن تتخيلوا بقى ريحة الثوم والكزبرة وهم على النار، يعني الريحة جايبة لآخر الشارع. تمام؟ احنا هنا يعني يدوب بس الثوم اصفر، حطيت الكزبرة يدوب تدبل، وهبدأ أوزعها على وش البايركس بسمنتها بكله. الريحة مش ممكن جنب الملوخية ولا حاجة. أبدأ أوزع الثوم والكزبرة، وهبدأ شايفين البقللة؟ إحنا كده هندخلها الفرن تاخد تشميعة بقى وتبدأ تستوي الكبة، تكمل سواها يعني مع الصوص اللي إحنا عملناه وتطلع. شايفين بدأت تبقلل؟ حمرت شوية من الصنوبر في معلقة حلوة كمان من السمنة ورشتها على الوش. شايفين الدخان والريحة بقى خيال خيال بصراحة. أكلة جميلة جدا جدا جدا. ياريت اللي عنده شوية كبيبة كده شايلهم في الفريزر ياريت يجربها. يا رب يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة، لايك وشير،
والسلام عليكم. شايفين المنظر؟